شرفني في الجزء الثاني من الحلقه كابتن طه طارق لاعب منتخب مصر للكاراتيه. ازيك يا طه؟ اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. مبروك الاول على الميداليات. الله يرفع عليك، ربنا يخليك. قول لي بقى استعديتوا ازاي قبل ما تروح؟ والله احنا كان عندنا استعدادات من اول الموسم خالص، كان عندنا زي ما كابتن هاني قال كان عندنا من اول الموسم بطولات كتير. كانت اول بطوله بالنسبه للرجال كانت في اوبن باريس، كانت لسه في شهر واحد او اثنين تقريبا. دي كانت اول بطوله ليا، ربنا ما كرمنيش فيها بس عملت نتائج فيها كويسه. لعبت لاعب فرنسي هناك وكسبت سكور على ارضه، رغم ان كان في ضغط عليا والناس كلها بتشجع ضدي، بس انا يعني من اسمي ومعروف لازم اقصى حاجه عندي لازم اعملها مهما كان اللي قدامي مين، غير ان انا معايا توفيق ربنا بس. فدي كانت اول سفريه ليا، وبعدها جات لي اصابه، كان عندي شرخه في الفك فقعدت حوالي شهرين. الف سلام عليك. الله يسلمك، ربنا يخليك. بس فبعدين رجعت للملاعب تاني، كنت بلعب تبع الانديه في بطوله كده بس عشان يعني ابان الاحتكاك عشان ارجع للفورمه تاني باذن الله. انت بدات امتى اصلا كاراتيه عموما وانت عندك كام سنه؟ انا بدات كاراتيه وانا كان عندي 5 سنين، كنت بلعب في مركز شباب كده جنب في المنطقه يعني، وبعديها اتنقلت نادي الشرطه. نادي الشرطه دي بقى كانت البدايه بتاعتي، كان بدات لعب كاتا، دخلت بطولات كنت بجيب اول كاتا واول كوميتي. بعدها استمريت في اللعبه دي عشان كنت بحب اللعبه دي، كنت عايز ابقى حاجه فيها، ربنا كرمني كنت بجيب اول قاهره واول جمهوريه في الكاتا والكوميتي. دخلت منتخب الناشئين كده وكوميتي، كنت بحقق ميداليات كتير حتى بحر متوسط، افريقيا، في بطوله العالم برضو جبت اول عالم. بعدها كان عندنا بقى استعدادات تانية لمنتخب الشباب، سافرت دورة العاب أفريقية، ربنا كرمني جبت فيها أول، وأفريقيا وسافرت جبت فيها أول. كانت برضو بطولة كانت ما كانتش سهلة، بس طبعا عشان خبرة طبعا كانت مساعدانا فيها، فربنا كرمنا فيها وطبعا حصلنا على ميداليات كتير جدا. كانت منها تقريبا حوالي 20 ميدالية ذهب واتنين فضة أو 3 فضة بالكتير وواحدة برونز. بعدها في منتخب الشباب كان عندي بطولة عالم، طبعا كان في ظلم برضه في شوية تحكيم عشان كان معظمنا كان وصلنا فاينل واحنا بنلعب على برونزات كتير، فربنا ما وفقنيش في الافتات الخامس فجبت 5 عالم شباب، وبعدين دلوقتي يعني بنحقق انجازات اكتر بكتير يعني زي ما كابتن هاني قال احنا عندنا بطولات كتير قوي، سيريس اي وبريمير ليج. طبعا بنركز طبعا على البريمير ليج اكتر ان هي تبقى نقاطها اعلى وتبقى كامله، وان شاء الله الدنيا تبقى فعلا ان شاء الله. طب قول لي الفترة الجاية أنت عاوز تعمل إيه؟ والله أنا الفترة الجاية كنت يعني أكتر حاجة محتاجة إن إحنا يعني نتعامل معانا أكتر من كده، يا ريت الوزارة تتعامل معانا أكتر من كده ويكون لنا سبونسر برضه زي ما الكابتن هاني قال، يعني محتاجين حد يدعمنا. إحنا زي ما حضرتك عارف إحنا لعبة فردية، ولعبة فردية طبعًا معروفة يعني حضرتك بتجيب حقك بدراعك، يعني مفيش حاجة لا اسمها لا قانون ولا اسمها أجيب حد تاني يخش مكاني، مفيش الكلام ده. فاحنا محتاجين بس شويه دعم، شويه الناس اللي تفهمنا اكتر، تعرف ان احنا بنتعب قد ايه، بنعمل ايه علشان خاطر مصر، وبتسافر بره كمان علشان نجيب نتائج وبنرجع بيهم عشان نفرح البلد دي، البلد دي بقالها كتير كده ما فرحتش رغم الظروف اللي احنا فيها، بس مهما كان برده مش بيأثر فينا ان احنا ابطال ومعروف عنا ان احنا ابطال، ومهما كانت الصعوبات اللي قدامنا احنا قد المسؤوليه وزياده كمان.